شكراً سيد الرئيس. في البداية نبدأ نشكرك على التعامل الإيجابي مع المطلب ديالنا كعادة وكلية ضامن إلى عقد الدورة الاستقلالية باعتبار أن مجلس مؤسسة التعاون هو صاحب اختصاص قانوناً يعني في وضع هذه السيارة ديال النقل عبر هذا النوع من الحافلات. طبعا هذه المناسبة لا يمكن إلا أن نعبر عن سعادتنا وابتهاجنا كساكنات البيضاوية وكمنتخبين على أن هذه الخدمة وعلى هذا استعمال الوسيلة ديال النقل يعني من مستوى جودة معينة أنها تسقط على الدور خاصة بين يدي شهر رمضان الكريم بطبيعة الحال. حاجة ثالثة هي أنه سيد الرئيس وكما اعتبرنا ذلك خلال الدورة ديال مجلس جامعة الرياضة وهذا الصباح في الاجتماع ديال اللجنة مع الشكر للإخوان اللي راهم حضروا القضية عندنا أولا هي لكم الله يجزيكم الخير في أقرب الأجال صيفطوا لنا الوثائق أعطوا لنا الوثائق. دابا داك النهار في الجلسة ديال الدورة تكلمتوا على واحد ثلاثة ديال الاتفاقيات اللي لو كان كانوا عندنا غير 24 ساعة قبل كان ربما مجريات تاع النقاش تكون حاجة أخرى. لكن هذا مطلب مرة أخرى نؤكدوا عليه كافة الوثائق خاصة منها الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع ديال النقل عبر وسائل مختلفة سواء كانت كتتعلق بالسيئة أو بجلسة عبد الرضا مزيان تقسموها معنا باش على الاقل يكون عندنا واحد القسط اساسي ديال المعطيات كنتقاسموا معكم انتم كمسؤولين عنها. لا يمكن السيد الرئيس ان نتحدث عن موضوع التسعيره ونغفل موضوع ديال العجز سواء في صيغته وفي المستوى الحالي او التطورات ديالو. اعتقد قبل ان نناقش الموضوع من الناحيه الماليه لابد أن نتكلموا عليه من ناحية المؤسساتية. الموضوع السؤال اللي طرح الأستاذ الحياة المتعلق بوضعية مؤسسة التعاون راه وضعية مسألة جدية مرتبطة ماشي فقط بتدبير النقل بصفة عامة وإنما أيضا بهذه الجوانب الدقيقة المتعلقة بالعجز وسبل التجاوز ديالو. واللي كنعتقد بأنه في مدينة مثل الدار البيضاء أراد صاحب الجلالة أن تكون قطبا ماليا دوليا لا بد من تدخل الدولة ولا بد من مساهمة كما هو المعمول به في عدد من العواصم العالمية للنقل يعني الجماعي نقل عمومي بصفة عامة كيكون مدعوم لأنه ماشي مجال ديال الربح. سيدي الرئيس أعتقد بأنه اليوم إحنا واخا يمكن اليوم الدراسي نتمنى أن يكون في أقرب الأجل لأنه تكلمنا عليه شحال مرة. أعتقد بأنه حنا بحاجة لواحد الحسم قبل ما نتكلموا على الوضعية المؤسسة واش الإخوان في الجماعات خارج الدار البيضاء عاجبهم الحال غيستمروا بغض النظر على النقاش غير هو على أساس المنطوق ديال القرار ديال وزير الداخلية المتعلق بإحداث المؤسسة يبدو أنه بحاجة إلى مراجعة. فإما عندنا جوج قلت الصباح إما أننا غادي نقلو حتى داك الشيء اللي كاين ديال الترامواي وهذا الشيء كله إما كالمنظومة كلها إما أن نكمل نقلها إلى مؤسسة التعاون طبعا حينما نقلوها ننقل معها التزامات جماعة الدولة كجماعة غيولي اختصاص عند المؤسسة ولكن بحال اللي كتتكلموا عليه دابا العجز اللي كان مثلا على المصوي بحال اللي كاين في التراموي كيخص اذا كانت الجماعه ملتزمه باش تحملو غتبقى متحمله واخا هذا الانتقال غيتم. اما السيد الرئيس عندنا طريقه واحده اخرى سهله مختصره نسبيا وان كنت لا افضلها الصغيره هي وزير الداخليه يعدل ماده جوج من القرار المحدث انه في عوض خدمها كتكلم على ان مؤسسه التعاون استولات تدبير النقل الجماعي العمومي هكذا بإطلاق تحددوا وتحصروا في النقل عبر الحافلات اللي هي موضوع هذاك العقد اللي كيجمع المؤسسة مع أنزو ويقول أنا بالنسبة لي ما هذا سيدي يكون راجل ما كيخصوش يكون مزيان. الحاجة الثالثة
السيدة الرئيسة، نعتقد بأنه مثلا بالنسبة لبعض الفئات، مثلا ناخذوا الفئة ديال الأشخاص وضعية إعاقة، أعتقد بأن واحد المشروع بدأ سنة 2021 والمتمثل في مصادقة مجلس مؤسسة التعاون على واحد الاتفاقية ما بين المؤسسة وما بين المجالس الإقليمية، المجالس الإقليمية الأربعة ديال العمالة ضد البيضاء وديال المحمدية وديال المغربية وديال النواصل، تقضي بأن يخصص كل مجلس إقليمي واحد المساهمة مالية سنوية تساهم في دعم تنقل الأشخاص وضعية إعاقة. هذه الاتفاقية تصدق على مجلس مؤسسة التعاون وتصدق عليها في مجلس العمالة ديال الدار البيضاء في واحد الفترة. هذاك الشيء كان توقف على الكل، يعني أنا أرجو أنكم هذاك الشيء ما تأشرش عليه. أي صح، هذا الشيء ما تأشرش عليه، ما تأشرش عليها، والمسار ديال المصادقة على المجالس الإقليمية الأخرى ما كاينش. أنا كيظهر لي بأنكم هاد لابيست هذه يمكن لكم تتبعوها. هادشي يمكن لكم تتبعوه باش، وكيظهر لي بأنه يمكن مدام هاد الخدمة ديال النقل تفوق تراب، يعني تتجاوز التراب ديال جماعة الدار البيضاء، أمر حافلات ولا عبر البصوي إلى آخره، كيظهر لي كيمكن الجهة كمؤسسة، وخا هذا ماشي اختصاص ذاتي ديالها، لكن تحجم كتمنع أنها تكون شريكة في تمويل. طبعا حتى تكون في واحد الاتفاقيه اللي يمكن باش نساهموا في تخفيف، يعني التخفيف من حده العجز، هذا العجز سيده الرئيسه. ذاك النهار كنشكركم راكم عطيتونا واحد الفكره، حنا قلنا لكم بانه هاد الخطين الاول والثاني ديال الترامواي كيترتب عليهم واحد العجز يقدر بحوالي 100 مليون درهم سنويا. حنا اليوم عمليا كنضيفوا جوج خطوط تسمى ديال الباسيون، نتوما قدرتو بانه غادي يعطي واحد العجز اضافي ديال 50 مليون ديال الدرهم، حنا ما كذبناكمش، ولكن انا بالنسبه لي راه هذا الشيء غير مقنع، هاد 50 مليون ديال الدرهم على الاقل في نظري، واخا كاين هذاك كاين التكامل ديال بيناتهم الى اخره، ما غيمكنش تبقى في حدود 50 مليون ديال الدرهم، غتكون كثر. لذلك كيخصنا زعما خصنا نكونوا الحاجة الثالثة هو عفوا الأفكار كثيرة، الحاجة الثالثة هما لي باخي بغلي، لي باخي بغلي فعلا صباح السيد العبد طرح معنا بأنه كاسكوسبور جاهزة، لكن كاين مشكل في الأولية العقارية. اقترحت صباح واحد المقترح خص لا بد من واحد الاتفاق اما محضر او لا اتفاقيه باش الوكاله الحضريه وهي الان تشتغل على مراجعه كافه تصاميم التهيئه على الاقل حدود العين ديال الطاوله مبدئيا خصهم يترجعوا كلهم خلال السنه او السنه المقبله، هي فرصه باش تكون عندكم مفروض تكون ينتج عندك هذا الترونسبور ديال فين بغينا المواضيع المناسبه ديال هادوك لي باركين غولي، لانه يعني بناء هاد لي باركين غولي غادي يشجعوا من الاقبال ومن الجاذبيه على استعمال هاد الوسائل ديالنا. طبعا لا بد نتكلموا على انه اللي صدقنا عليه الصباح، وان كان هذا الامر لم يرد في التقرير، لكن اللي تصدق عليه هو فعلا اننا كنصادقوا على باش تستمر التعب، يعني باش نطلقوا البصري التسعيره المعمول بها بالنسبه للترامب، لكن هنا السيده الرئيسه خصكم تبدلوا مجهود تواصل، لانه اللي ساد عند الراي العام في مواقع التواصل الاجتماعي انهم سمعوا واحد المبلغ ديال 6 دراهم، خصكم توضحوا 6 دراهم فعلا راه بالنسبه للناس لذاجا عندهم هذاك التكاير في الجزائر، خصهم تكون في مجهود، والا هادشي راه يمكن يخلق واحد العدد ديالهم، مع التاكيد على انه هذه التسعيره راها مؤقته، مزيان هادشي حتى هو توضحوه راها مؤقته، علاش؟ لانه من هنا الاطلاق ديال الخطين الثالث والرابع في افق الصيف المقبل
بكل تأكيد غتكون هناك ضرورة لمراجعة. فهذا الشيء مزيان من باب المسؤولية، ونحن نزف المغاربة انطلاق هذه الخدمة لابد أننا نعطيهم المعطيات كما هي. أما الموضوع ديال المراجعة الصغيرة وجوبا في 2025 مع أزهر، كيظهر لي على حسب الاتفاقية إذا كنت كنتكلم مزيان ما كيتكلموش على وجوبا مراجعة صغيرة، خاصها تراجع ضروري خاصها نزيدو، لا كيقول لك غير كيخصو يبدا واحد التقييم باش كنشوفو كنديرو زعما كنديرو مدى تناسب التسعيرة اللي معمول بها مع العجز المترتب عن ذلك، فإذا طبق هذيك الساعة لكل حادث حديث، وبقات واحد الفكرة سي الرئيس ما نتسناوش تبدا اليوم دراسي، ما نتسناوش تبدا شي كيظهر لي من الآن كيظهر لي العقد مع ألزا يتيح هذه الإمكانية تاع نراجعو الشبكة والمسارات ديال الحافلات ديال ألزا في ضوء هاد المستجدين، المستجد ديال اليوم أنا البصري غادي نشتغل، والمستجد الثاني ديال بعد أسابيع قليلة طراموي الخط الثالث والرابع غادي ينطلق حتى هو، لأنه هادشي إذا كانت فعلا هاد الخدمة ديال النقل العمومي بهذا المستوى غتغطي ما أمكن مجموع التراب أو أغلب التراب ديال مدينة الدار البيضاء، الوقت اللي غنجيو نديرو الانتروبيرابيليتي وغتكون فعلية، ديك الساعة كيظهر لي بأنه غادي خصنا نفكرو في واحد الاستراتيجية ديال تغيير السلوك ديال المواطنات والمواطنين، ديال ضرورة أو إعطاء الأولوية في التنقل إلى استعمال هذه وسائل النقل الجماعية عوض وسائل النقل. بطبيعة الحال نظرا للتجاوب ديالكم، نظرا للمحافظة على القدرة الشرائية، طبعا ما يمكنناش إلا أننا نكون موافقين على باش هذه الخدمة تنطلق بهذه التسعيرة الحالية، على أساس أنكم خصكم الله يجزيكم بخير في أقرب وقت، موضوع تاع الوثائق خصكم تحلوه وتمكنونا من مجمل الاتفاقية باش نقدروا نتبعوا معكم هذا الدرس. شكرا.